وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخذف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أذقه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضائن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.